مرحبا في حفلة ضباط الوطن والدين والملك، كل عام وبن يا مالك تفتخر برموزها وابنها لعدم يا مالكي اللي جمع منصب ومنسبة. الضابط رتبه كبير له مكان ومنصب في الدولة، حتى لو منته بضابط مالكي يتقدم الصفوف. افتخر يا ضابط افتخر يا مالكي يا ضابط بهذا القرار السامي، والنجمة ما يتشيلك لكن انت اللي مرحبا في حفلة ضباط الوطن والدين والملك، كل عام وبن يا مالك تفتخر برموزها وابنها لعدم يا مالكي اللي جمع منصب ومنسبة. الضابط رتبه كبير له مكان ومنصب في الدولة، حتى لو منته بضابط مالكي يتقدم الصفوف. افتخر يا مالكي يا ضابط بهذا القرار السامي، والنجمة ما يتشيلك لكن انت اللي تشيلها، والنجمة ما يتشيلك لكن انت. يا حميد ما تقول الا الكلام اللي يجملك، انت شاعر والقصيدة ما يضرك نظمها وابنها، انت في راسك شعر وافكار ولا جنة من سبا. لا تواجهنا في الميقاف كل انسان يعرف دولة، وبني مالك رجال والملك روس الكرم ذا الحين ولا ماضي الصفوف. الامور ميسره ما دونها حجرا ولا وسامي، يا حميد لا توشنا نار غيرك ما تشيلها، يا حميد لا توشنا نار غيرك ما تشيلها. يا حميد ما تقول الا الكلام اللي يجملك، انت شاعر والقصيده ما يضرك نظمها وابنها، انت في راسك حكم وافكار ولا جنه من سبا. هو يحسب اني مدحت ما ودي اغشه لا والله انه يستاهل المدح، والله والله يستاهل اكثر مما قلت هو والشباب كلهم. يا حميد ما تقول الا الكلام اللي يجملك، انت في راسك حكم وافكار، القص انت شاعر والقصيدة ما يضرك نظمها وابنها، انت في راسك حكم وافكار ولا جنة من سبا. لا تواجهنا في الميقاف كل انسان يعرف دوله، الملك روس الكرم ذا الحين ولا ماضي الصفوف.
والأمور ميسرة ما دونها حجرا ولا وسامي. يا حميد لا توشي نار غيرك ما تشيلها، يا حميد لا توصي نار غيرك ما تشيلها. الله يا مصغر عقول البلد
فلا تعدون السرى والرتب يا صاحبي ثمن جوابك وجد مالك ومال الفتنة المنكبة يا لا 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 مرحبا مرحبا وقولها في جلوسي والمقام وانا شاعر وميز واعرف اللي مورد والقبايل جرعتني الليالي المر يا اهل المثايل والسعاد ابدع الهيض والمهجوس من خاطري والبني مالك والزمان القديم انهى عليها الحكم والمكرمات وانت يا راعي الخيل النجيبه تقدم والقنا وانت يا راعي الخيل النجيبه تقدم والقنا مرحبا مرحبا وابولها في جلوسي والمقام وانا شاعر وميز واعرف اللي مورد والقبايل جرعتني الليالي المر يا اهل المثايل والسعاد ابدع الهيض والمهجوس من خاطري والبني مالك والزمان القديم انهى عليها الحكم والمكرمات وانت يا راعي الخيل النجيبه تقدم والقنا وانت يا راعي الخيل النجيبه تقدم والقنا مرحبا مرحبا واهلين يا من حضر هذا المقام بشيوخ القبائل والعرايف وحضرات القبائل عمدوني بها قالوا تقدم ورحب يا سعاد وانا متشرف الا لا تقدم ربعي بني مالك اهل الجود والمعروف واهل الوفا والمكرمات واهل السيف والمقلوت واهل النوافع والقنا واهل السيف والمقلوت واهل النوافع والقنا مرحبا مرحبا واهلين يا من حضر في ذا المقام بشيوخ القبائل والعرايف وحضرات القبائل عمدوني بها قالوا تقدم ورحب يا سعاد وانا متشرف الا لا تقدمت ربعي بني مالك اهل السيف والمقلوت واهل النوافع والقنا واهل الجود والمعروف واهل الوفا والمكرمات واهل السيف والمقلوت واهل النوافع والقنا Thank you.
يا لا 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 أكثر من الناس فعوج والمتقطر أهلك عليها اكتشفت بعضها عوج وانا حسبتها في قطر أنا وأخواني الخمسة تعبنا بعد ما مات ابونا واحد يقطر العوجة والآخر يعوج القطرة واحد يقطر العوجة والآخر يعوج القطرة من تركتك معصاها كانت أجر عصي يوم أن كل هيبته من عصاته بعضنا ما ينام إلا بمشعبه وجنبيته وهبطنا بالاسواق قلنا كم من الله تصرف ما لقينا لا في السوق لا بايع ولا مشتري اكثر من النصيف عوج والمتقطر اهلك عليها اكتشفت بعضها عوج وانا حسبتها في قطر أنا وإخواني الخمسة تعبنا بعد ما مات ابونا واحد يقطر العوجة والآخر يعوج القطرة واحد يقطر العوجة والآخر يعوج القطرة وصلنا لنا من تركتك معصا كانت أجر عصي يوما كل هيبته من عصاته بعضنا ما ينام إلا بمشعبه وجنبيته وهبطنا بالاسواق قلنا كم من الله تصرف ما لقينا لا في السوق لا بايع ولا مشتري اكثر من النصيف عوج والمتقطر اهلك عليها اكتشفت انها عوجة وانا وكنت اشوفها في قطر أنا وإخواني الخمسة تعبنا بعد ما مات ابونا واحد يقطر العوجة والآخر يعوج القطرة واحد يقطر العوجة والآخر يعوج القطرة وصلنا لنا من تركتك معصا كانت أجر عصي يوما كل هيبته من عصاته بعضنا ما ينام إلا بمشعبه وجنبيته وهبطنا بالاسواق قلنا كم من الله تصرف ما لقينا لها في الناس لا بايع ولا مشتري
أكثر من النصيف عوج والمتقطرة لك عليها اكتشفت بعضها عوج وانا حسبتها في قطر أنا وإخواني الخمسة تعبنا بعد ما مات أبونا واحد يقطر العوج والآخر يعوج القطرة واحد يقطر العوج والآخر يعوج القطرة عشان الهوى الليلة في هوى صبا يا لا 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 أنتم يا ربع أصحاب الوفا ما ظن منكم عصا والذي عصي لازم يا ابو خالد نروض عصاته وسما يا ولد حوقان في متنه وجنبيته انا ما عاد بي الا عمله من قلها ما تصرف لو ندرج بها من كوكب المريخ للمشتري يا خليفة قطر روس النوايف لا تجي من عليها احمد الله وخلك يا خليفة راقد في قطر والله انا ندور في رضاكم وش بكم ما تبونا ما بغي اجاور الخاين يا ابو خالد ولا قاطره ما بغي اجاور الخاين يا ابو خالد ولا قاطره انتم يا ربع اصحاب الوفا ما ظن منكم عصاه والذي عصيا لازم يا ابو خالد نروض عصاته وسما يا ولد حوقان في متنه وجنبيته انا ما عاد بي الا عمله من قلها ما تصرف لو ندرج بها من كوكب المريخ للمشتري يا خليفة قطر روس النوايف لا تجي من عليها احمد الله وخلك يا خليفة راقد في قطر والله انا ندور في رضاكم وش بكم ما تبونا ما بغي اجاور الخاين يا ابو خالد ولا قاطر ما بغي اجاور الخاين يا ابو خالد ولا قاطر
يا ولد حوقاني يا كثر العصي القطر أخوانك الله يهديهم يبون العناد والعشر والعذر به يقلون ما يعصى انقد على من يتعصى ويشتالى يا ولد حوقاني يا كثر العصي القطر اخوانك الله يهديهم يبون العناد والعشر والعذر به يقلون ما هي عصا انقد على من يبت عصا ويشتالى لا 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 يا ولد حوقانا يا كثر العصي القطر اخوانك الله يهديهم يبون العناد والعشر والعذر به يقلون ما هي عصا اشره على من يبت عصا ويشتالى يا ولد حوقاني يا كثر العصي القطر اخوانك الله يهديهم يبون العناد والعشر والعذر به يبنون ما هي عصا انقد على من يبت عصا ويشتالى شرب شرب أبشر يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 كن ابن حوقان وده يا تملى قطر كن ابن حوقان وده يا تملى قطر لكن حزني مبارك ما نفع العناد اليوم محبوس واصبح بسجل العصا ما عاد يبصر مزارع مصر واشتالى كن ابن حوقان وده يا تملى القطر لكن حزني مبارك ما نفع العناد اليوم محبوس ومسجل مع اللي عصى ما عاد يبصر مزارع مصر واشتالى